السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من قناتي دودي كيتشن. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم تحلية سهلة وسريعة، وهي الكاستر بالفراولة والموز. أول حاجة عندي في المقادير لتر من الحليب البارد ما يبقاش سخن، وعندي كمان بسكوت، وعندي كيسين كاستر فانيليا اللي هو الكيس الصغير اللي ب5 جنيه، وعندي اللتر اللبن. انا حطيت عليه قبل ما اصور نسيت، وحطيت عليه السكر، حطيت 5 معالق كبار من السكر. لو حابه تزودي اكتر من كده زي ما تحبي، بس انا بحب السكر يبقى ما يبقاش قليل قوي ولا كتير قوي عشان لسه نحط البسكوت. طبعا ما جبتش معاكم الموز والفراوله هنا لاني لسه هقطعهم وقت ما اجي احطهم في الاطباق عشان الموز ما يسودش مني. زي ما قلت لكم انا حطيت السكر، هقلب شويه فيه لحد ما يدوب معايا كويس، بعدين هنزل بالكاستر. حابه تعمليه كاستر شوكولاته، كل واحد بيعمل اللي بيحبه، بس انا بحب الفانيليا اكتر. احاول بقى اجيب المضرب عشان اقلبه كويس. هقلب بقى في الكاستر كويس كده مع اللبن والسكر عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. فيه كل دوت بعمله على البارد عشان خاطر لما اجي احطه على النار ما يبقاش فيه تكتلات معايا. هتأكد ان كل الكاستر والسكر دابوا معايا، بس كده هروح بقى على النار واحط المكونات دي كلها على النار وافضل اقلب فيها. دلوقتي حبيبي انا حطيت كل المكونات بتاعتي على البوتاجاز اهوت، هبدأ بقى احاول ان اقعد اقلب فيها كده متواصل عشان خاطر ثانية واحدة بس ارسيها عشان خاطر ما يحصلش اي تكتلات من تحت ويبقى كله ناعم معايا كده ما يبقاش فيه تكتلات. هقلب بقى لحد ما اوصل لقوام المهلبية وهرجع لكم تاني. رجعت لكم يا حبايبي بعد ما الكاستر عملناه زي ما انتم شايفين كده، وصل قوام المهلبية وهو سخن زي ما هو كده. انا سيبته شوية صغيرين بس على ما قطعت الفراولة والموز زي ما انتم شايفين عشان ما يسودوش مني، قطعتهم اخر حاجة. هبدأ بقى دلوقتي في اطباق صغيرة كده، هصب بس شوية في الاول وبعد كده انزل عليهم بفراولة، قطع الفراولة والموز، وبعدين آخر حاجة البسكوت. بعد كده انزل عليه بطبقة تانية من الكاستر زي ما انتم شايفين كده، اغطي البسكوت كويس قوي. انا بعمله في اطباق زي المهلبيه كده بيبقى شكله احسن، فلو لو حابين تعملوه في صينيه كبيره او في اي حاجه زي ما انتم حابين اعملوه. هعمل معاكم كمان طبق، حاجه بسيطه بس كده تحت عشان الطبق معايا ياخد بقيه المكونات. بعد كده الفراوله، وبعد الفراولة الموز. معلش بتزحلق مني. آخر حاجة بعد الموز قلنا البسكوت. هحاول احط 3 بس عشان خاطر مستوى البسكوت يبقى قد بعضه، وانزل عليهم بالكاستر واغطي البسكوت كويس. هكمل بقى بقية الاطباق وارجع لكم بعد ما يبرد اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. وده يا حبيبي شكل الكاستر بعد ما برد في التلاجة، او ممكن نسيبه بره في الشتاء اهو زي ما انتم شايفين كده. لو كان مقلوب كان بنت الطبقات، بس لو قلبته مش هيبقى شكله حلو.
وزي ما احنا قلنا في الاطباق الصغيره دي هيبقى شكله احلى. حابه تعمليه في صينيه زي ما تحبي. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوليش في لايك والشير والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.